طيب نروح مع حضراتكم لمبادرة أخرى، وكان في كلام كتير عن مبادرة رواد التحدي. هذه مبادرة هي مبادرة إرشادية توعوية، هدفها نشر فكر وثقافة وريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الهمم. صحيح، ولما تتكلم عن رواد الأعمال حاجة، ولما تتكلم عن ذوي الهمم وتحط الاتنين في قالب واحد، فأنت بيبقى معاك منتج تاني خالص. ليه؟ لأن المبادرة دي بتقدم عدد من الأنشطة والفعاليات للطلاب ذوي الهمم، وبتعمل على تنميتها علشان يبقى عندهم بالفعل مشروعات خاصة بريادة الأعمال. المبادرة دي أطلقها الدكتور ربيع عبد الوهاب معلم اللغة العربية، اللي حصل على جائزة أفضل معلم بالعالم وجائزة محمد بن زايد العام الماضي، وكمان مرشح للجائزة للعام الثاني على التوالي. ومعنا النهاردة على التليفون، بنرحب بحضرتك دكتور ربيع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني في البداية لو حضرتك تكلمنا عن هذه المبادرة، مبادرة رواد التحدي، وفكرة يمكن التمكين الاقتصادي، أو فكرة أنه يكون ذوي الهمم نحن نؤهلهم أن هم ممكن يبدأوا مشروع خاص بيهم. تمام، هي الفكرة جاية أن أنا مشارك في مسابقة محمد بن زايد لأفضل معلم، وفي المرحلة الثانية من ضمن الشروط أن المعلم بيقدم فكرة ريادية بتخدم المجتمع وتكون جديدة في نوعها وتخدم جميع الفئات وتتوافق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. فجاءت طبعا والفكرة والمبادرة مدعمة بالكامل من جائزة محمد بن زايد. الفكرة كلها قائمة أن احنا بنروح للطلاب في المدارس النور للمكفوفين، ومدارس الصم وضعف السمع، ومدارس التربية الفكرية، وبنبدأ ننشر فكر وثقافة ريادة الأعمال. طبعا كتير منهم بيعاني من مشكلة البطالة وبيرضى ببعض الأعمال قد تكون غير اللائقة ليهم، رغم ان دي عندهم يعني مجموعة من المهارات والقدرات. صحيح. اللي بتأهلهم فعلا انهم يكون لهم دور كبير في التنمية الاقتصادية ودور في العمل والنمو داخل المجتمع. فبدأنا فعلا بمجموعة من الخطوات اللي احنا بنتعامل فيها مع الطلاب من خلال نشر الفكرة في البداية. من خلال مجموعة من ورش العمل اللي احنا بنستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع المحلي. فالمرحلة الأولى تكون مرحلة التوعية من خلال برنامج إثرائي تم إعداده مخصوص للطلاب، سواء بلغة الإشارة في مدارس الصم أو بطريقة برايل أو بالطريقة الصوتية في مدارس المكفوفين، وبطريقة تناسب الطلاب في مدارس التربية الفكرية. نشر فكرة ونشر ثقافة ومحو أمية اقتصادية ومعرفة دورهم في المجتمع اللي هم المفروض يقوموا بيه. المرحلة الثانية ان احنا بنشتغل على موضوع ناحية التدريب العملي، نتلقى منهم الافكار اللي ممكن هم ينفذوها في المجتمع، ايه المشاريع المناسبة اللي هم اللي تناسب قدراتهم. يعني احنا اشتغلنا في مدرسة النور على شغل المكرمية وشغل الاكسسوارات، وبدأنا فعلا وظهر انتاج مبهر للطلاب في مدارس النور وفي مدارس الصم ايضا مجموعه من الانشطه والفعاليات اللي تمت من خلال ان احنا بننفذ في المرحله الثالثه بقى مرحله الحاضنات. بنوفر الخامات المطلوبه للطلاب ومعاهم مرشد لرياده الاعمال من داخل المدرسه، وبتسوق بعد كده منتجاته. نعم، وبتسوق بعد كده هذه المنتجات. عندنا عملنا موقع الكتروني خاص بالمبادره وعليه متجر ليهم بيسوق منتجاتهم من خلالهم هم شخصيا، يشعر انه عمل وانه كسب وانه له دور في المجتمع. طبعا النتائج الاوليه احنا فيها في البدايات، لكن النتائج الاوليه مبهره وحماس الطلاب ودافعيتهم للعمل شيء. الكلام جميل، بس الحديث عن رواد الاعمال دايما بياخدنا ناحيه التطبيقات الالكترونيه، الحلول التكنولوجيه، لغات البرمجه، واعتقد ان دي حاجات بيبرع فيها ذوي الهمم، وخصوصا المكفوفين لو بيشتغلوا على حاجات برامج صوتيه او وشفنا يعني نماذج كتير من ده. ليه احنا بنراهن على المشروعات الصغيره بس يا فندم؟ ما يبقاش افقنا اوسع وارحب، لان هو ده المستقبل. هي فعلا كده، واحنا عندنا من ضمن الشغل بتاعنا اسمها من رائد الاعمال رائد الاعمال، في منهم نماذج احنا لسه في مرحله البدايه. البدايات دائما بتبدا بما هو متواجد ونطور في المستقبل. يعني احنا داخلين فعلا من ضمن شغلنا احنا في الطلاب في مدارس الصم بيتدربوا دلوقتي على تطبيق او منصه بتقوم بالتصميم، مثلا منصه كانفا مجانيه ومفتح لهم الشغل من خلال شغل الفوتوشوب والتطوير التكنولوجي، شغالين على الموضوع ده.
في من ضمن شغلنا المستقبلي ان شاء الله في الجزء التكنولوجي، لكن احنا مرتبطين في الوقت ده بما هو متواجد لضيق الوقت في الشغل في المسابقه، لكن لنا خطط طموحه ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ربيع عبد الوهاب، منسق مبادره رواد التحدي.